موعدنا بكرة وشو تأخر بكرة قولك مش جاي حبيبي عم شوفك بالساعة بتكات الساعة من المدى جاي حبيبي يا اللي احكي لي احنا مين وليش نتلفى خايفين يا اللي احكي لي احنا مين وليش نتلفى خايفين ومن مين خايفين من مين سألتك حبيبي لوين رايحين خلينا خلينا تسبانا سنين سألتك حبيبي لوين رايحين خلينا خلينا تسبانا سنين إذا كنا عطول تقينا عطول ليش منتلفات خايفين يعني شنو خايفين؟ خايفين لسه نعدد يا اهلا وسهلا فرات واهلا بيك يا عبد الله يا اهلا وسهلا بيك اليوم ضيف خفيف اوكي موهبه جديده بصراحه يعني انا تعرفت عليه عند زميل صديقنا مهند خضر ايضا يعني نوجه له تحيه دائما يساعدنا بالموزع العراقي فعامل له اغنيه بصراحه جذبت انتباهي الاغنيه راح نسمعها للجمهور فبدايته بدايه طريقه واكيد احنا دائما نحب ندعم الشباب الموهوبين تسلم وسهلا تسلم اهلا فيك طالب حضرتك بعدك ولا مخلص دراسه؟ لا سنه ثانيه انا بدرس اقتصاد اي وبسبب الظروف يعني وهيك طلعت وصار لي بسوريا وصار لي حوالي سنه ونص في الامارات يلا ان شاء الله يا رب تكمل ان شاء الله يا رب تكمل تسلمي يا رب الله يسلمك احنا نسمع هسه الاغنيه؟ اي الاغنيه بصراحه بما انه الموزع عراقي فاكيد عمل له اغنيه عراقيه يمه ثاري هواي فحبيتها من دا اسمع التسجيل يعني الفكره اللي عاملها مهند حلوه جميله وايضا اداء عبد الله كان جميل فراح نقدمها وهو سبب بلواي
يا يما ثار هواي سلوى إلي بدنياي بالما يشوف يلو لو ردت شراب وعيني على دربة متولع بحبة وعيني على دربة أنا فرحت قربة لو ما نريد وياي يا يما ثار هواي سلوى إلي بدنيا يا يما تاري هواي سلوى إلي بدنيا بالما يشوف يلو لو ردت شراب الما حلو 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 صوتك جميل ودافي دافي حلو يعني بصراحة يعني فرصة حلوة أنه المطربين العرب أيضا أنه يختارون الأغاني التراثية هذا فد شيء يعني أول شيء أنه ده تبرز أول شيء ده يرجعوها للتراث التراث كتراث كأغاني عراقية ده ترجع من البداية ده تنخلق من البداية ده تصير لها توزيع جديد فده تنعرف عربيا هذه كلها بصراحة نقطة مهمة يعني. عبد الله حبيت الأغنية؟ أكيد كثير أنت يعني سامعها قبل؟ أنا سامعها بس مو إنه الفكرة مو خاطرت لي بهالشكل إيه فصديقي مهند هو كان عم يسمع وصح لي قال لي تعال قال لي هاي الأغنية أنا متخيلة بصوتك شو رأيك إنه نجددها ونعملها بأسلوب جديد مع إيقاعات خليجية وطلعت وأنا ما توقعت هيك بالأول قال لي شوف حالك واحفظها واللهجة بسيطة لهجتنا قريبة على قريبة كل قريبة كلش قريبة عليك فنانة سليمة مرادي فنانة عظيمة ولحن جميل هاي أغنية كلش قريبة على قلبي شحبة شكرا كل يعني أنا سمعتها بصوت بيدر بيدر هم حلوة يعني عباس جميل طبعا هواية غنوها اليوم سمعناها بصوتك شيء جديد هذا حلو طيب زين شو راح نسمع تحب نعمل شوية بيات سألوني ولا أم كلثوم شو تحب أنت؟ سألوني الناس عنك يا حبيبي كتبوا المكاتب وأخذنا الهوى عزة علي يا حبيبي لا أول مرة منكم سوا سألوني الناس عنك سألوني قلت لهم راجع وعتلوني سألوني الناس عنك سألوني قلت لهم راجع وعتلوني غمضت عيوني خوفي للناس يشوفوك مخبى في عيوني وهب الهوى وبكاني الهوى لأول مرة ما منكم سوا سألوني الناس عنك يا حبيبي كتبوا المكاتب وأخذنا الهوى بعزة علي يا حبيبي لا أول مرة
بدي اسالك ايش عجب انت يعني ما فكرت انه تقدم باحد البرامج المهمه مثل عرب ايدل او ذا فويس؟ والله فكرت قبل هالمره بذا فويس بس ما حصلت الظروف، صار عندي ظروف بسوريا وهيك فما قدرت اقدم. وقرب ايدل حاولت كمان حاولت بس ما قدرت ادخل يعني بس حاولت انا يعني رحت وحاولت بس ما قدرت ادخل الا الكاستنج، عرفت؟ صعب يعني كانوا لا زحمه كثير وتعب وستريس من الصبح و... اوكي يعني ما في ناس برا انه تستقبل لا ما في استقبال بالعكس هم حتى يطلعوهم بالاختبارات متعبين منهكين لأنه فترات طويله منتظرين منتظرون برا لانه الوقت طويل كثير شمس فوقنا ووقت طويل كثير ونحن 1000 شخص يعني طبعا وحنا محتاجين كميه بسيطه بس يعني ان شاء الله على المواسم القادمه الموسم القادم من ذا بويز ان شاء الله ان شاء الله وانا مع ذلك عم بحاول لا تيأس بالضبط هذا يعني انا عم بحاول حمل الشمس حمل الشمس سوي مثل ما سوى الشاب هذا الرائع الفلسطيني بس هذا شلون صدفت ويا ناني انسى الاسامي اللي ربح الفلسطيني محمد عساف محمد عساف يعني شخص يقال انه شخص انطاور اخته قال لي انت صوتك تستاهل يعني شنو والمتسابق اللي قبل الليبي اللي كان يروح من بلد لبلد هو ايضا كان برنامج على سو نيفر جيف اب يعني ابد لا تستسلم لازم لازم تتعب شويه تحمل هو ما في شيء بيجي بدون تعب طبعا اكيد اكيد نسمع عراقي؟ لا سوينا هسه احنا لا لا سمعنا كراس لا 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 سمعنا اغنيه عراقيه واحده قصدي بدي اسمع قصدي لا 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 تاخذني بلسانك لا قصدي اريد مزيد من العراقي اوكي شو شو اوكي شو تحب شو تريد تقول؟ مالي شغل بالسوق حافظها؟ لا بغني شيء ثاني شو قول كل اغاني التراثيه اللي تحبها؟ ولا الياس خضر اوكي شنو؟ ممتاز شنو؟ نقول عزاز عزاز ولا تايبين؟ لا عزاز هو ولد عزاز عزيز محافظ يلا نقول مقطع من يلا يلا انت قول وانا اتبعك لان ما اعرف انت وين طبختك عزاز والله عزاز عزاز وشوقهم شوق شواط الليل آخ الليل دجلة عزاز والله عزاز عزاز كلكم عزاز وشوقهم شوق شواط الليل دجلة مدللين والفراق بعينهم شوف الحمام الجاي لهلا والعتاب بشفافهم والدوح حنين مدللين احباب قلبي مدللين اعزاز والله عزاز اعزاز اغلى عزاز عزاز والله عزاز عزاز كلكم عزاز عزاز عيني مدللي احباب قلبي حلو هي والله مو محضره يعني انا حافظه جميل حلوه حلوه طيب بماذا نختم؟ كيفك انت شو يعجبك؟ بصراحه احنا جهزنا كم شغله يعني كون
أول مرة نلتقي، شو تحب ليلى ولا تحب أم كلثوم؟ ليلى. أوكي ليلى، أوكي تختمين. عبد الله شكرا اليوم كنت فيانا، وإن شاء الله نشوفك يجي اسم كبير. أنا تشرفت وشكرا كثير لكم صراحة. يا أهلا وسهلا بك، بالعكس نتمنى لك التوفيق وإن شاء الله حبيبي تسلم، يعني تقدم أغاني أكثر عراقية إن شاء الله. يا رب مشوار بأغنية عراقية راح يبدل إن شاء الله. ما طول بديت بمشوار فعلا، ما طول بديت بأغنية عراقية، إذا أكيد يعني الأغنية الأولى عراقية كانت إن شاء الله. شكرا لكم، هي ان شاء الله حتنزل خلال هاليومين، رح نزلنا ان شاء الله. يلا نعرضها ان شاء الله، اذا صورها نعرضها كذا بالظهر ان شاء الله. شكرا لكم لمشاهدينا، شكرا لحسن المتابعه. شكرا لحسن المتابعه، دائما نلتقيكم على خير. تقبلوا تحياتي في الاعداد والتقديم لقيا حسن، واجمل تحيه وسلام من كادر الشرقيه ومن المخرج فراس السراج. في امان الله. ما سولفنا على العصفور. على قصة بعدين نقول عليها. ليش؟